السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. الهدف الأول للمغرب عن طريق اللاعب سفيان بوفاريقي ضربة جزاء. الحكم احتسب ركلة الجزاء بعد العودة لتقنية الفار لوجود التدخل المصري أيمن أشرف على اللاعب المغربي أشرف حكيمي، وبالتالي بوفال يسجل ثالث أهدافه في البطولة. النتيجة حالياً المغرب متقدم على المنتخب المصري بهدف واحد مقابل لا شيء.